مشاهدي في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الشروق. أبدوها بالعناوين. رئيس المجلس العسكري الانتقالي يطالب بحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لحكم مدني. الحركات المسلحة تعلن استعدادها للدخول في معالجة سياسية شاملة لمصلحة البلاد. لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعلن إغلاق طريق الصادرات بار أم درمان إلى حين الانتهاء من الصيانة. أهلا بكم. طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة. وقال البرهان في خطاب للأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن التحديات الماثلة أمامهم والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم عليهم حماية الاتفاق الدستوري والتأسيس لحكم مدني يقوم على المواطنة والحرية والعدالة ويستوعب الجميع. وقال إن بلادنا اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة، فلا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية. وقدم البرهان شكره إلى الشعب السوداني على صبره على كل الشدائد والأزمات القاسية، وحيا في الوقت ذاته الشباب والشابات لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة، وخص بالتحية الجنود البواسل في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة المنتشرين في كل المواقع، وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا من أو أذى. نهني جماهير شعبنا في كل ربوع الوطن بحلول عيد الفداء، أعاده الله علينا والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار والرفاه. مواطنين الكرام، يمر علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام وبلادنا تفيض فرحا وهي تخط سفرا مجيدا في تاريخها. بعد التوافق الذي تم في 4 أغسطس من العام 2019، وفي هذه المناسبة العظيمة أزف التهنئة لكم جميعا داخل البلاد وخارجها، وأسأل الله عز وجل أن يعيد المناسبات السعيدة علينا وعليكم بالسلام والخير والاستقرار. جماهير شعبنا الأوفياء، تطل علينا هذه المناسبة وبلادنا تستشرف عهدا جديدا مليئا بالآمال والتطلعات، كما أننا وفي ظل هذا الواقع الجديد لا بد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه في كل المجالات والميادين من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق المصالح العليا. الإخوة والأخوات، إن التحديات الماثلة أمامنا والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في 4 أغسطس والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع، لأن بلادنا اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. فلا مكان اليوم بيننا لمرويي خطابات الفتن والتطرف والكراهية. مواطنين الكرام، شكر أجزله للشعب السوداني الأصيل لصبره على كل الشدائد والأزمات القاسية، والتحية لشباب وشابات الثورة السائرين لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة، وخص بالتحية جنودنا البواسل في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كل المواقع، وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا من ولا أذى. تحية الخاصة لأهلنا في أطراف السودان فهم أكثر حوجة للوقوف معهم. التحية لأسر الشهداء الأكرمين وعاجل الشفاء للجرحى، والتحية لكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال والي جنوب كردفان رشاد عبد الحميد لدى مخاطبة المصلين بميدان الحرية بكادوغلي إن الاستقرار والسلام الذي تشهده الولاية جاء بفضل التنسيق المحكم ويقظة الأجهزة الأمنية وجهود مجتمع الولاية في صناعة السلام من الداخل. ونشد رشاد المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بتمييز ولاية جنوب كردفان ضمن خطوات تنفيذ الوثيقة الدستورية بما يحقق وقف الحرب وإحلال السلام وإعادة الإعمار. وناشد والي جنوب كردفان المكلف الحركة الشعبية جناح الحلو بضرورة تسريع خطى السلام للانتقال بالأوضاع من مرحلة وقف العدائيات إلى رحاب السلام الشامل والمستدام. من هنا وفي هذا اليوم المبارك نقدم بالتهنئة الخالصة لكل ولاياتنا في السودان، لكل الولايات في السودان، أن يعم الخير والأمن والاستقرار والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا كما كررنا في العيد السابق، فأيضا نكرر لإخوتنا في الحركة الشعبية بأن هلموا، هذا هو أيام الاستقرار وأيام الأمن والاستقرار. فلذلك آن الأوان إخوتنا في الحركة الشعبية أن نجلس للسلام، لا بد أن نجلس للسلام، لأن السلام في جنوب كردفان أصبح واقعا لا بد منه. هنالك تأخير كثير من الولايات الأخرى، فلا بد أن ولاية جنوب كردفان أن تنعم بالسلام وبالتنمية والاستقرار. أدى والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله صلاة العيد برئاسة قيادة الفرقة الخامسة مشاه وسط حضور كبير من منسوبي الفرقة هذا وبميدان الحرية بمدينة الأبيض. قدم ممثل حكومة الولاية الأستاذ موسى علي إبراهيم تهاني العيد لمواطني شمال كردفان وتمنى للجميع التقدم والازدهار وللوطن بالأمن والاستقرار وتوحد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات. باسم حكومة الولاية نهنئكم ونهنئ عبركم كل شعب هذه الولاية بالعيد، ونتمنى أن يعود هذا العيد وبلادنا أكثر منعة وقوة وتقدم وازدهار وأهلها كلهم على وفاق، وكل عام وأنتم بخير. من جانبي فقد أبان إمام وخطيب المصلين بميدان الحرية الشيخ محمد يوسف إبراهيم أبو سيل أن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة في هذه المرحلة الحساسة الدقيقة من تاريخها إلى الوحدة والانسجام والأخوة والتضامن فيما بينها لتعمل من أجل صالح شعوبها وتتعاون في مواجهة أعدائها. وأشار إلى أن من معاني وقيم الفداء هو أن نسعى جميعا للعفو والتسامح والتصافي ووحدة المسلمين وأن نجعل الوطن في حدقات العيون. وحدة المسلمين كيف لا، وزمان العبادة واحد ومكانها واحد والشعيرة واحدة، فهذا مدعى لأن تتحد القلوب وأن تتحد النفوس وأن نتناسى السقائر وأن نبتعد عن الضقائن ونجعل الأمر لله عز وجل. الأسرة الواحدة إذا تماسكت واتجهت لله عز وجل تقاصر أمامها الأعداء وانكسروا ولم يستطيعوا أن ينفذوا لها. أكدت حكومة ولاية غرب دارفور أن الولاية تشهد مستوى من الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين المكونات السكانية. وثمن والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود لدى تفقده طابور العرض الذي سيرته القوات النظامية بتشكيلاتها المختلفة ضمن خطة تأمين الولاية في فترة عيد الأضحى المبارك. ثمن الدور المتعاظم ومستوى التنسيق والتعاون وسط المنظومة الأمنية الذي أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين وحماية الموسم الزراعي الذي يبشر بخير وفير. وأشاد بجهود لجان حماية الموسم بالمحليات والإدارة الأهلية بمستوياتها المختلفة في تأمين الموسم في المراحل السابقة والاستعداد للمرحلة المقبلة. نحن اليوم نطمئن على خطة تأمين أيام عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن تمر هذه المناسبة أو تعود علينا بالخير واليمن والبركات وبلادنا أكثر أمنا واستقرارا. الحمد لله لا زالت القوات النظامية في هذه الولاية تعمل بانسجام وتناغم تام من أجل استقرار وأمن وسلامة مواطن هذه الولاية. الحمد لله الحمد لله الأجواء تمام، الولاية تعيش أحسن حالات الأمن والاستقرار رغم بعض المشاكل المتعلقة به السوق وما ارتفاع الأسعار، لكن نحمد الله تعالى أن المواد الخاصة بمعاش الناس الدقيق والوقود والخبز متوفرة بصورة طيبة جدا، والحمد لله المواطن
يعني يستطيع أن يتحصل على احتياجاته من هذه المواد في مختلف محليات الولاية. أوضح أحمد تجهد القيادي بحركة العدل والمساواة أن قرار المجلس العسكري الانتقالي بإسقاط حكم الإعدام بحق القائدين في الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان ومالك عجار جاء في ظرف سياسي مهم، وأنها خطوة إيجابية لفتح صفحة جديدة مع تلك القيادات من أجل الدخول في عملية السلام. ودعا تجهد في برنامج بثته الإذاعة السودانية دعا إلى ضرورة معالجة القضايا خلال المرحلة القادمة والعمل على ترسيخ الرؤى بشأن السلام، وأعلن استعداد الحركات المسلحة للدخول في معالجة سياسية شاملة تضع مصلحة البلاد وتتجاوز أسباب وإفرازات الحرب، ومنع على ضرورة إلاء قضية السلام المزيد من الاهتمام من الحكومة المدنية المرتقبة. أعلنت لجنة أمن ولاية شمال كردفان إغلاق طريق صادرات بار أمدرمان أمام حركة المركبات إلى حين الانتهاء من عمليات الصيانة الجارية بالطريق. يأتي ذلك في أعقاب السيول التي جرفت الطريق للمرة الثانية وأدت إلى توقف الحركة على الطريق تماما. وأعلن والي شمال كردفان المكلف الصادق الطيب عبد الله لدى وقوفه على الأضرار التي لحقت بالطريق والمعالجات التي قامت بها سلطات الولاية لإجلاء العالقين على مسار الطريق. أعلن إغلاق الطريق خلال فترة الخريف حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين. وكانت حكومة الولاية استخدمت الطائرات المروحية والقوارب وبعض الوسائل الأخرى لإجلاء المواطنين العالقين بالطريق في اتجاهي أم درمان والأبيض الذين تقطعت بهم السبل بعد السيول التي أدت لقطع الطريق في عدد من المواقع. قبل 3 أيام انتهت عمليات الردم للفتحات التي أحدثتها السيول والأمطار خلال الأسبوع المنصرم، إلا إن إرادة الله يعني تأثرت منطقتنا بالسيول والأمطار التي هطلت في معظم أنحاء البلاد، وتأثر أيضا الطريق القومي الأبيض بارة أم درمان ببعض الفتحات ليلة البارحة، وهنالك كان الكثير من المواطنين العالقين بين الفتحات. هبت ولاية شمال كردفان لإنقاذ هؤلاء المواطنين، واستمر العمل الدؤوب منذ ليلة البارحة حتى هذه اللحظة. تم إنقاذ 444 مواطن إلى مدينة الأبيض. إلى ذلك أوضح والي شمال كردفان المكلف الصادق الطيب عبد الله عدم وجود أي خسائر في الأرواح، إلا أنه أشار إلى عدد من المركبات والشاحنات التي تحتجزها المياه في مواقع متفرقة بالطريق جارنا العمل لعبورها، ونشد المواطنين بضرورة الامتثال لتوجيهات شرطة المرور والدفاع المدني بضرورة استخدام طريق الخرطوم كوست الأبيض في الوقت الراهن. الآن نحن في وضع يعني نقول مطمئن خالص يعني من ناحية الأرواح، إلا أن هنالك بعض العربات العالقة سنقوم على رصف أو ردم الخيران لإخراجها. من هنا يمكن تقريبا أننا بناشد كل المواطنين مناشدة تامة إنه الطريق الأبيض بارة أم درمان طريق الصادرات مغلق تماما ولا يصلح لأي نوع من أنواع الحركة حتى انتهاء فترة الخريف، وبنناشد كل المواطنين انه يعني ينصاعوا لتعليمات شرطة المرور الموجودين في النقاط سواء كان من اتجاه درمان او من اتجاه مدينة الأبيض. يواجه الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا تحديات جمة، من أبرزها الحد من أنشطة تهريب السلاح والتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير النظامية، حيث تنشط مجموعات وأفراد في هذه الأنشطة الإجرامية، مما يستوجب بحسب مراقبين مضاعفة الجهود عطفا على العلاقات المتنامية بين السودان وأثيوبيا للحد من انتشار الجريمة ونشاط مجموعات المعارضة على الجانبين. جملة من التحديات يواجهها الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، ليس أقلها الرواج الكبير للإتجار بالبشر والسلاح والمخدرات،
ولعل التنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية في البلدين قد لعب دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة التي تمثل مصدر إزعاج للبلدين. في تنسيق تام بيننا وبين الإخوة الشعوبيين في هذه الظواهر، القضاء على ظواهر التهريب، تهريب السلاح، تهريب البشر، المخدرات، في تنسيق تام بيننا وبين القوات الشعوبية على الحدود، وفي اجتماعات دورية يتم كل فترة لمناقشة هذه الإشكاليات والقضاء على هذه الظواهر بإذن الله تعالى. نجاح أجهزة المخابرات في وقف عملية تهريب عدد من قطع السلاح كانت في طريقها إلى إثيوبيا تعد واحدة من النجاحات العديدة في هذا الاتجاه، والذي يعتبر مكملا للعلاقات الدبلوماسية الجيدة بين الدولتين. عملية هي تهريب سلاح ومهدد لجارة وشقيقة إثيوبيا، وإثيوبيا يعني لها دور كبير جدا إيجابي في كل القضايا، يعني وآخرة المفاوضات الجارية في السودان يعني لعب دور كبير جدا، ودائما قيادة الجهاز وجهنا وتدينا عوامل مستديمة في أنه لا بد من تأمين الحدود والمحافظة على حسن الجوار مع الأصدقاء والأشقاء، وعدم إتاحة فرصة لأي جهة مارقة أو جهة تستقل أي ظرف لتمرير أي أشياء قد تضر بالأشقاء. الجانب الأثيوبي كان حاضرا ويحمل نفس الهم، فالتنسيق المشترك يمثل عامل حسم مهم في مثل هكذا مواقف. فده مجهود كبير جدا في من أجل مكافحة تهريب الأسلحة بين البلدين، وهذا العمل عمل كبير جدا وعمل يعيق حركة التنمية بين البلدين. فباسمي وباسم القنصلية أشكر كل من ساهم في هذه العملية، وللأمام إن شاء الله سوف نشتغل أو سوف نعمل مع بعض في مثل هذه الأشياء ونكافح عملية تهريب الأسلحة بين البلدين، لأن هي تضر البلد وليس عملية تنموية. جرائم العابر للحدود وعلى رأسها الإتجار بالسلاح والبشر تمثل عنصر اهتمام مشترك للقوات الأمنية بين السودان وإثيوبيا، مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون. محمد الفاتح الشروق، ولاية القضارف. تمكنت قوة من جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف من توقيف متهمين حاولوا تهريب أكثر من 50 قطعة من البندقية كلاشينكوف، إضافة لأربعين خزنة كانت مخبأة داخل ناقلة بترول في طريقها لإثيوبيا. وقال والي ولاية القضارف المكلف نصر الدين عبد القيوم إن هذا العمل يعتبر تتويجا لجهود استخباراتية نجحت في تكوين شبكة اتصال فعالة أدت في النهاية إلى توقيف الجنى، وأشار إلى أن عملا تنسيقيا مهما يتم على مستوى الأجهزة الأمنية المشتركة في السودان وإثيوبيا للحد من كل أشكال الجرائم العابرة وعلى رأسها تهريب السلاح. بتنسيق كبير يمكن مع الأجهزة الأمنية في المركز والأجهزة الأمنية في ولاية القضارف، تم بالأمس يمكن ضبط سلاح عدد 53 قطعة سلاح مهربة إلى دولة إثيوبيا، محمل على تناكر وقود تابعة لدولة إثيوبيا. الحمد لله ضبطية كبيرة. هذا العمل تم بتنسيق تام بين كل الأجهزة الأمنية، شهادة خاصة بأخوان في جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، يقظتهم ومتابعتهم للهدف والقبض على المتسببين. يمكن عملية تهريب السلاح يمكن هي عملية مشتركة، يعني تمت هذه العملية يمكن بمعلومات يمكن من المركز. من جهته قال مدير جهاز المخابرات العامة بالإنابة بولاية القضارف إن توفر المعلومات من قبل رئاسة الجهاز أسهمت بشكل كبير في عملية المتابعة والتقصي وحتى إلقاء القبض على الجنى، وأشار إلى حرص جهاز المخابرات على صيانة وحراسة العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين والعمل على تأمين الحدود ضد أي أنشطة معادية للبلدين. عملية هي تهريب سلاح ومهدد ل جارة وشقيقة إثيوبيا، وإثيوبيا يعني لها دور
كبير جدا إيجابي في كل القضايا يعني. وآخرها المفاوضات الجارية في السودان يعني لعب دور كبير جدا، ودائما قيادة الجهاز وجهنا وتدينا عوامل مستديمة في أنه لا بد من تأمين الحدود والمحافظة على حسن الجوار مع الأصدقاء والأشقاء.